عجوز أمية لا تقرأ ولا تكتب، أمية اسمها ما تعرف تكتبه. ذات يوم صادفتني في مكان كنت أقرأ مجلس وإجت قالت سيدنا احنا بحمد الله تعالى حجينا الآن، كانت راجعة من الحج أيام محرم، الله يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، ويرزقنا زيارة النبي والعترة الطاهرين صلوات الله عليهم. فكانت تذكر لي بعض مشاعر الحاج وين راحت وسوت. قالت صادفتني امرأة مصرية من مصر في بيت الله الحرام، أنا مخلية التربة وأصلي عليها. تقول إجت المصرية قالت هاي التربة تصلون عليها، أنتوا دا تعبدون التربة، أنتوا تعبدون الحجر. بالي يم العجوز هاي المرأة الكبيرة رحمة الله عليها توفيت. قالت سيدنا جاوبتها بالجواب الآتي، أريد أشوف جوابي صحيح لو لا. تفضلي. بدأت تذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله، تقولها أنتم مو ترون عن النبي صلى الله عليه وآله أنه يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا؟ قلت لك أنا بالي يمها. ليش تقول لها بلا؟ تقولها هاي من الأرض، تربة من الأرض، اعتبريها تربة عادية. النبي يقول جعلت لي الأرض مسجدا وأنا دا أسجد عليها. أنتم مو ترون، تخاطبها، أنتم مو ترون عن الصحابة أننا كنا نبرد الحصى لنسجد عليها؟ تقول لها إيه؟ تقولها اعتبريها حصى. أنتم مو ترون؟ قلت لها أكفي حجي لحظة على كيفك. قلت لها أنا أدري أنت أمية ما تقرين ولا تكتبين. قالت إيه. قلت لها هذا كله من العلم هذا أخي؟ هذا علم، علم أنتم ترون تحتاج. قالت والله سيدنا آني كل شيء ما أعرف، أمية اسمي ما أعرف أكتبه، لكن مجالس الحسين وزيارات أهل البيت هاي اللي علمتنا كل شيء. فشوف أكو روافد، روافد أهل البيت عليهم السلام رسموها لنا، من خلالها نتعلم معارف الإسلام ومعارف الدين. وإلا أنت بينك وبين الله، آبائنا السالفين كثير منهم كان ما يقرأ ولا يكتب، لكن تشوفهم حملت رسالة.